هذا هو سعيا منا قناة النهار لمتابعة القضية. اتصلت بوالدها المقيم بوهران لكنه رفض وتحفظ عن الإدلاء بأي تصريح. الو سامعك؟ الو، الو نعم صباح سامعك. الانوار. واخويا شوف، كاينه واحد الضجه حول القضيه هذه تاع اكرام وسي عبد القادر. اكرام، واه واه، نحن قناه النهار حابين اذا امكن نديروا مع سيادتكم اتصال هاتفي تمدوا فيه وجهه نظركم تجاه القضيه هذه، لانه الجزائريين كامل راهم يتحدثوا على القضيه هذه. واه يا اخويا، لا ما نجمش، واه ما نجمش. تقدر تعطينا الرواية فقط؟ مش كاين. لا اخويا، مشكلة معقدة بزاف. والله تعطينا التفاصيل، احنا ماذا بينا يكون الرأي والرأي الآخر، به ما نظلموا حتى طرف يعني. وعلى بالي، بارك الله فيك. هذه عفر فاميليا، ثاني عائلية، هذه مشكلة عائلية. بارك الله فيك. راهي دايرة ضجة على بالك على مواقع التواصل الاجتماعي. دايرة ضجة، أنا دايرة ضجة. كيف دايرة ضجة؟ اسكو راك شفت يعني في فيسبوك وش يهدروا في الجرائد؟ ما شفت والو، انا خاطيني قعدت صراحه، قعدت صراحه، لا خاطيني. مرة فينا والله تعطينا وجهة نظر تاع العائلة. لا اسمع، على الأقل احنا يعني ما نظلموش حتى طرف. لا لا لا، احنا مظلومين، احنا في البلاد مظلومين من اللي حلينا عينينا اخويا، احنا مظلومين في البلاد هذه. اي معليش، نحن قادرين نعاونوكم في هذه النقطة. لا لا شوف، لا لا، اللي عاوننا هو ربي، يوم القيامة احنا ندو حقنا من أي واحد ظلمنا، يوم القيامة ندو حقنا. هذا المكان انت تنفي وجع على لسان هذاك الطفل؟ لا لا، ربي يعاوني سبحان، ربي يعاوني، ربي يعاوني سبحان. معليش، ربي يعاونك، بس الراي العام لازم يعرف الحقيقه هذه. هذه وراء الراي العام، هذه الحقيقه، حقيقه مليون الف حقيقه راهي في البلاد، انا ما كانش اللي يعرفها، وحقيقتي اللي ولات تضر العالم. هذه فما يكون خويا.